وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف معالي المستشار حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية. نرحب بك في البداية معالي المستشار، وبعد التحية والتهنئة على توليكم المنصب، ما هي أهم الملفات التي ستكون في صدارة اهتمامكم خلال المرحلة المقبلة؟ أهلا بحضراتكم وبحضرات السادة المشاهدين جميعا، وأشكركم شكرا جزيلا على الاهتمام بالمحكمة الدستورية العليا. شكرا لسيادتك. في البداية أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي المستشار عبد الوهاب بيه عبد الرازق ولزملائي الأعزاء أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين على اختياري اليوم بالإجماع رئيسا لهذه المحكمة الرائدة، سواء على المجال العربي أو المجال الإفريقي والدولي بحمد الله. أحب أوضح لحضرتك إن أهم الملفات اللي بنعمل عليها، أولا عملنا الأساسي في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وهو العمل الذي تقوم به المحكمة منذ نصف قرن، فقد بدأ القضاء الدستوري في مصر من عام 1969. ولذلك أهم الملفات اللي بنعمل عليها بجانب عملنا الأساسي كمحكمة رائدة، إن بنحضر أيضا لمجموعة من المؤتمرات الدولية على المستويات الإفريقية والعربية وفي المجال الدولي. فعلى المستوى الإفريقي ينعقد سنويا في بداية العام القادم إن شاء الله مؤتمر بيضم مجموعة الدول الإفريقية، سواء المحاكم الدستورية أو محاكم القضاء العالي، وده دايما بيكون مناسبة موسمية سنوية يحرص عليها فخامة السيد رئيس الجمهورية، وبنشكره على ذلك شكرا جزيلا. كمان عندنا حدث دولي في منتهى الأهمية في مطلع العام القادم 2019 إن شاء الله، وللصدفة العظيمة سوف تكمل المحكمة نصف قرن من الزمان في القضاء الدستوري، فسوف ينعقد بإذن الله في ضيافة القاهرة مؤتمر دولي يضم جميع دول العالم بما فيها الدول الإفريقية والعربية وكافة الدول في أوروبا أو في قارات الدول الخمس، وإن شاء الله أيضا سيكون هذا بتشريف كبار الشخصيات وفي مقدمتهم فخامة السيد رئيس الجمهورية، لما لهذا الحدث العظيم من أثر بالغ على المستوى الدولي. المحكمة الدستورية العليا المصرية لها أثرها البالغ على جميع المستويات، ويشاد بها دائما في جميع المحافل الدولية، ونحرص على حضور جميع المؤتمرات المهمة كما نحرص على استضافة المؤتمرات المهمة كذلك في القاهرة،